السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في أول زيارة في بغداد لتطبيق عمل مشروع الأضاحي هناك. في اليوم الثاني للعيد اتقسمنا أنا وأفتاب، هو راح لمنطقة اسمها هيت وراوة وعانة، وأنا رحت لمنطقة أخرى اللي هي في الجنوب اللي هي بنسميها كربلاء والكوفة والنجف والبصرة، وفي الشمال طلعنا على سمراء وعلى كذلك الموصل. لما انقسمنا انا اخدت معايا عربية كبيرة متلجة عشان اخد معايا كل هذه الاشياء، وبدأنا فعلا في ثاني يوم العيد بعد صلاة الفجر متجهين الى سمراء لنوزع الاضاحي هناك باشتراك مع وزارة الاوقاف هناك واللي هم مديرية الاوقاف اللي هي المساجد اللي موجودة هناك ودعاء الاحياء اللي موجودة عندهم. ثم من بعد ذلك ذهبنا الى مدينة الموصل وزرنا مسجد سيدنا يونس بن متى عليه السلام وصلنا فيه كذلك، ورجعنا قبل صلاة الفجر لمدينة بغداد علشان نحمل الشاحنة بباقي الأضاحي عشان نتجه بها جنوبا من بغداد للكربلاء للكوفة للنجف إذا أن نصل إلى البصرة. فبدأنا في هذا اليوم، في اليوم الأول هو اليوم الثالث للعيد، إن احنا وصلنا إلى الكوفة والنجف وكربلاء ووزعنا فيهم الأضاحي بالمشاركة اللي هو الحسينيات والأئمة أو السدنة بتاعت المراقب بتاعت الإمام علي عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام والإمام مسلم بن عقيل عليه السلام، وزرنا هذه المراقد المقدسة وصلينا هناك وتباركنا بهذه الزيارة. ثم بعد ذلك استمرنا في السفر إلى أن وصلنا إلى البصرة، وفي البصرة كذلك عملنا مع المديريات الأوقاف نفس التوزيع اللي احنا اتفقنا فيه وعملناه في كل هذه الأماكن. بعد كده قررنا أن احنا نزور المستشفى المركزي اللي هو العام في البصرة، وعشان نطلع على الحالة بتاعت الأطفال والنساء والحالة الطبية، يعني كانت حالة مزرية. ليه؟ لأن كان قوات الحلفاء كانوا بيسقطوا على البصرة وعلى بغداد وعلى العراق القنابل المغلفة بالتراب الذري، فازداد نسبة الأطفال بالذات المصابين بمرض سرطان الدم، فدي كانت بالنسبة لنا قاتلة. سمعنا الكلام ده في بغداد، سمعنا الكلام ده في الكوفة وكربلاء والنجف، وسمعناه كذلك في البصرة. كان متبقي معي مبلغ 250 ألف دينار، يعني حوالي 300 دولار. قلت أنا همشي أعمل بيهم إيه؟ فاتفقت مع مسؤول المستشفى إن هو ياخد ده ويوزعه على الممرضين إلى آخره، فقال لي ما أقدرش آخد الفلوس دي منك إلا لما آخد موافقة من الأمن، 300 دولار فقط. وانتظرت في المكتب بتاعه جزاه الله خير حوالي نص ساعة أو ساعة إلى أن اتفق اللي هو المسؤول الأمن في بص، قال له خد الفلوس من الإغاثة ووزعها على العمال عندك هناك. 300 دولار، شوف قد إيه المهانة. المهانة إن الدكاترة والممرضات، لأن كان الدولار بيساوي 1950 دينار. كان في هذا الوقت الأمهات أو الآباء اللي ما عندهمش تكلفة لنقل أبنائهم للعلاج من السرطان الدم الأبيض في بغداد، بولادهم بيموتوا عشان ما عندهمش تمن النقل في عربة لبغداد. كان شيء مؤلم مؤلم. كان معايا في هذه الرحلة صديق أيضا كان بيسوق العربة بتاعته، التاكسي بتاعه، وكانت الرحلة من بغداد للبصرة من غير وقوف حوالي 5 لـ6 ساعات، وكان لابد علينا في الرجوع نوصل قبل المغرب على شأن الخطورة الأمنية هناك. لكن تعلمنا هناك أن كرامة الإنسان أهينت وسحقت. ليه؟ هو الشعب العراقي كان عمل إيه في هؤلاء الناس؟ إلا أن الحقد والكره والبغض الذي أجعلهم يذلوا هذا الشحيح. كان في معركة كانت بينه وبين النظام العراقي اللي هو كانوا بيقولوا المسؤولين عليه نحن لن نموت من الجوع، ولكنكم بحصاركم هذا تقتلون الشعب العراقي كل يوم. فاتفقنا على أن نرجع مرة أخرى للعراق ونعمل مشروع اللي هو علاج سرطان الدم
الناتج عن القنابل المغلفة باضطراب الذري. والسلام. الدرس هنا بقى لابد نحافظ على كرامة الإنسان الذي هو صاحب المال الحقيقي، هو الإنسان العراقي. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.